بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بيت المصريين. وشعارنا دايما بيت المصريين لكل المصريين. النهاردة هنتكلم عن فن النحت، والمعروف إن القدماء المصريين هم أول من عرفوا فن النحت وبرعوا فيه، وخير دليل على ذلك التماثيل والمعابد الفرعونية التي ما زالت تبهر العالم إلى الآن. النهارده في العصر الحديث ظهر جيل جديد من النحاتين، مثل الفنان الكبير محمود مختار صاحب تمثال نهضة مصر، وغيره العديد من الفنانين. والنهارده يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف الفنان التشكيلي والنحات أشرف محمد حامد حسن، والشهير بأشرف الكوري. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك، نورت بيت المصريين. الله يكرمك. في البداية عايزين حضرتك تعرف السادة المشاهدين ما هو فن النحت. فن النحت حضرتك ده يعتبر من أهم من الفنون. من لحظة اتفضل. من أهم اللي مثلا الفنون اللي اعتمد عليها الحضارات القديمة لإظهار يعني نهضتهم وحضارتهم اللي تورث لغايه دلوقتي. وكمان النحت يعتبر يعني فرع من فروع الفنون التشكيليه اللي اعتمدت عليها الفنانين لاظهار اللي هي مثلا قدراتهم على الابداع بابداعهم وكده. والفن يعتبر الفن النحت يعتبر فن يعني بيعتمد يعني يمتاز ان هو يعمل شكل مثلا ثلاثي الابعاد، يعتبر ايه مثلا جزء كده مثلا كتله او كده اللي يبتدي ينحت فيها الفنان لغايه ما تبقى الشكل مثلا شكل مثلا الحيوان، شكل الانسان، شكل مثلا تجريدي، باي نوع من الكتله، باي يعني نوع من الكتله، سواء خشب او حجر او ليها انواع متعدده. بالنسبه للنحت يعتبر المواد بتاعته كتير جدا، يعني تمام. مثلا في ناس بتنحت في صخر، في ناس بتنحت في جبس، في ناس بتنحت على رخام، في ناس تمام. بتنحت في حديد، يعني بتختلف من فنان لفنان. مش تمام. طيب ما هي أنواع فن النحت؟ يعني بعيد عن التماثيل يعتبر هما ثلاثة، يعني التماثيل دي حاجة لوحدها. تمام. بعد كده هم مثلا في فن اللي هو بارز، يعتبر فن نحت بارز، وفي غائر اللي هو فن نحت غائر، وفي بارز مجسم. ممكن يعني اتكلم عن واحد واحد اتفضل كده. اتفضل. تمام. بالنسبه للفن اللي هو البارز، ان هو بيعتبر مثلا لو انت معاك لوحه او لوحه مثلا من خشب او لوحه من جبس او كده، الرسمه بتاعتك بتبقى اعلى من السطح اللي هو الايه اللي ورا. المستوي، يعني تمام، الظاهره بيبقى كده الطالعه دي تمام. بره اما السطح بالنسبه للغير عكسه، بيبقى النحته داخل اللوح من جوه. محفور. تمام، بيبقى تمام. محفور من جوه، وفي نفس الوقت يعني ايه يعني دي له ميزه ودي له ميزه. بالنسبه للغير ميزته ان اقل اضاءه بتبان شكله بسرعه. تمام. اما بالنسبه للي هو التاني البارز، لا بيبقى له ظل، لازم تلف حوالين الحاجه عشان تشوف جمالها. اما بالنسبه للغير سهل. الاخر القدماء المصريين استخدموه كتير مثلا في حياتهم اليوميه، يعني مثلا الفلاح رايح تلاقي المحلات بتاع الحيطان بتاعتهم معظمها فن غائر، يعني ايه يعتبر بسيط داخل الحيطة. وفي نفس الوقت استخدموه في الكتابه، تمام، استخدموه في اللي هو الفن الجائر ده في الكتابه مثلا القدماء المصريين. والتاني برضو الاشوريين برضو مثلا في العراق برضو استخدموه برضو في الكتابه، ويعتبر هو ده يعتبر حاجه اللي استخدموها في الكتابه ان تبقى موجوده لغايه دلوقتي زي حجر رشيد كان مكتوب عليه يعتبر فن جائر. تمام. ده بس الفرق بين الفن الغائر والبارز، ولا في فروق اخرى؟ لا هو يعتبر هو ده يعني اكتر ميزات ما بين الاثنين. اما بقى بالنسبه اللي هو الثالث اللي انا قلت عليه اللي هو مثلا الفن اللي هو البارز المجسم، اللي هو مثلا بيبقى له ثلاث اوجه، يعتبر يعني ايه اللي بيبان المنحوته من جميع الجهات، يعني نحته كامله. تمام. بس بتبقى على قاعده، يعني بتبقى على قاعده وبتشاف من جميع كده، زي مثلا ابو الهول والحاجات دي كده، يعتبر دي اللي هو ايه حاجه مجسمه، حاجه مجسمه. تمام. طب ايه الفرق بين النحت على الطين والنحت على الحجر؟ النحت على الطين يعتبر
سهل شويه، معداته سهله وبسيطه لاي تمام. حد يقدر ينحت على الطين. ينحت تمام. بس هو يعني عيبه حاجه بس، يعني انه مثلا على الطين ده يا اما يتحرق، لان لو ما اتحرقش يبتدي يفلق وكده. بالنسبه للطين يعني لازم يكون متماسك، نعمل له عاده نوع من اللي هو يحتفظ بالنحت بتاعه تمام. بالشكل بتاعه ما ينفعش تمام، ما ينفعش نسيبه كده مثلا، لازم يتقلب مثلا لبوليستر او يتصب تاني. تمام. بالنسبه للنحت على الحجر ده يعني يعتبر حاجه يعني اللي بتثبت جدارة شويه بتثبت جدارة الفنان الشغل مثلا في اللي هو الحجر بالذات، تظهر الموهبه تمام. طيب حضرتك ايه الادوات اللي بتستخدمها في فن النحت؟ نستخدم ايه بقى بالنسبه للفن النحت الطين؟ بتستخدم اللي هي السكاكين، الاطراف بتاعتها مختلفه عشان مثلا تنحت بيها، تبقى رفيعه، تبقى يعني كده حسب الشكل اللي هو بالنسبه دي اللي هو الطين، اللي يعتبر سكاكين صغيره كده يعني تمام. اما بالنسبه للحجر اللي هو مختلفه جدا خالص، مطرقه وازاميل ومبارد، كل الادوات ولازم ادوات صلبه يعني عشان كده. في ادوات مستخدمه هنا وفي ادوات مستخدمه هنا يعني كل خامه ليها كل حاجه لها حاجه تمام الخاصه بيها تمام. مين اللي اكتشف حضرتك موهبه فن النحت؟ هي قديمة شوية. أو إزاي يعني أنت حبيتها؟ قديمة شوية، يعني مثلا كان ساعتها مثلا كنت في 5 ابتدائي. والدتي يعني ساعتها جبت حتة خشبة كتلة على بعضها كده، وحاولت إن أنا أعملها كرسي، فقعدت أنحت فيها لغاية ما خليتها كرسي مثلا زي كرسي سفرة كده، دخل معايا آثار ليها لغاية دلوقتي. اما عديت بالحاجة اللي بقطع فيها لغاية معلمة معايا لغاية دلوقتي، من وانا صممت ان انت ايه تخلصها بقى، انا خلصتها فروحت كده فمن هنا حسيت نفسك ان انت حابب الفن ده وعشان اجيب العدة والدتي قعدت تجمع من مصروفي عشان اجيب العدة وانزل دمياط ان انا اجيب مصروف، مع اني كنت صغير وجبت العدة عشان اشتغل، وشافت فيها كده يعني من الصغر شغال حضرتك في فن النحت. النحت تمام لغاية الآن. لغاية دلوقتي. طيب ايه اللي كل موهبة ليها تدريبات طبعا عملية، هل حصلت على هذه التدريبات؟ التدريبات دورات تدريبية في فن النحت؟ التدريبات انا بالنسبة لي عملتها بحثية تمام، يعني ما قدرتش ان انا اوصل ليها مثلا، ما لقيتش اماكن ان انا لتعليم حاجه زي كده، فعملتها ده يعني ايه نظام بحثي، زي مثلا اللي مثلا بيحضر دكتوراه او بيحضر ماجستير، فبتقعد مثلا يخش على النت، يخش على شغل كذا ويتفرج على ناس كده يبتدي بس علمي. نميت موهبتك بنفسك بس علمي يعتبر من علمي الابحاث يعني والدراسه. طيب معانا فيديوهات، جاهزه الفيديوهات؟ ماشي اتفضل نعرض فيديوهات للاستاذ اشرف. فيديو استاذ اشرف علق لنا حضرتك على الفيديو ده، ده رسمه ايه بقى؟ لا ده تمثال عامله لواحد صاحبي والتاني ده تمثال مننا بحتاز اصلا بالفنان محمود اللي هو محمود مختار تمام. ان انا عامل اللي هو عامل تمثال مصر، فانا بالنسبه لي عامل التمثال اللي هو التاني اللي جنبه ده، وهيجي فيديو تاني ده معمول لمصر، لما يجي لوحده هعلق عليه ان هو كام ان شاء الله. اما انا بدي التمثال التاني ده لواحد صاحبي، يعني ده كان في معرض كنت حاضر فيه تمام. اللي معانا ده كده الدكتور عادل بنيامين، يعتبر كان بيعلق معايا على التمثال ده ان انا احاول اعمله في ارتفاع 10 متر من الرخام، ان يتحط مثلا في ميدان ان هو ده يعتبر مصر، فرده دراعها وباليمة دي في سنبله وهنا في ورده، الورده الاستقبال واللون اللي هو الذهبي ده المعدن مصر والقعده ماشي. أيوة. اما ده التمثال التاني ده اللي واحد صاحبي دي منحوته تانيه كنت عاملها من مثلا ليه للفراعنه وكده، توت عنخ امون وكده، فكانت معموله على طين واتقلبت بوليستر، وزي ما انت شايفه التشطيب بتاعها كده اكنها قديمه قوي يعني تحس ان هي اكنها اصلا من الاثار نفسها. الدقه أصلية. الحمد لله في زي التصميم الأصلية. زي ما انت شايفه تمام، تحس ان هي حقيقيه. كل اللي حضرتك التماثيل اللي نحتها راس دي يا ريت المخرج يقف عندها شويه ثبت لنا استاذ وليد اللقطه اتفضل علق لنا عليها. دي بقى يعتبر يعني احتيازي ان انا بحتاز بالفنان محمود مختار، انا حاولت ان انا امثل مصر، فحاولت امثل مصر
هو ده يعتبر انا قدرت عليه، عملت ان هي مصر دي مثلا ان هي واحده شعار وفرد. خاص بحضرتك يعني، على اساس تعمل زيه كشعار لنهضة كشعار، مصر. ان هي مصر وفاتحه دراعا لينا دراعاتها قوسين كاملين، تمام. ولو رفع شويه القعده من تحت يعني معموله ان هي من قلب صخر اللي هي الارض مصر نفسها، يعني مصر ورانا على من تحت يا استاذ راسخه، وليد. راسخه من تحت، تمام الارض راسخه من تحت وطالعه منها. تمام هو ده تمثال كامل يعتبر ده بس كامل، صغير. بس على صغير، ارتفاع مثلا 70 سم كده او 80 سم. تمام تمام. واللون اللي هو الذهبي اللي انا عامله فيه كده للمعدن المصريين اصلا، اللي هو الذهب، والاخضر للخير مثلا، والجناحات اللي ورا دي مثلا الجو بتاع مصر والهواء، والديل اللي هو مثلا اتعمل زي حريه، دي البحر طبيعة. اللي احنا فيه، اللي احنا مثلا لنا بحرين وكده والنيل. تمام. فيعتبر جمعت حاجات كتير ان انا احاول ان اعمل، بس هو كان ناقص حاجه ان انا اعمل تماثيل صغيره تبقى قدامها مثلا لطبيب، لمذيع، لجميع الفئات، ان هم جميع دول يبقوا الفئات تحت وكل باصص المصرية، للام وهي راكده. الرموز المصرية الوضع. فعلا. تمام هو نفس الشكل. تمام. طيب حضرتك في مقاييس معينة للتمثال؟ يعني كل التماثيل ملاحظة حضرتك عاملها بحجم واحد، حتى التمثال الكامل يعني عامله برضو صغير، عشان اعرف بس بتشتغل على حاجات معينة، مقاييس معينة فقط؟ لا، عشان انا مثلا لما باجي اخش معرض لازم يبقى المجسم معايا صغير عشان اقدر انقله، اما انا بالنسبه لي اقدر اعمله كبير جدا بس ما مش اقدر اوديه فيه. تمام. ما يعني فيش اي تماثيل عملتها بالحجم الطبيعي الحجم او الطبيعي الكبير؟ لا، عشان انا مش عارف انقله. عشان هياخد وقت ولا هياخد خامات اكتر ومجهود، ولا يعني لسه في الخطة الجاية ان مثلا شاء الله حاطه حضرتك كلامك انك مظبوط، بس الاكتر معايا ان انا عايز اما اخش معارض مثلا او تعرف او حاجه زي كده ان انا اقدر اعمل بعد كده اللي هي الحاجات اللي هي الكبيره دي. تمام، دي كبداية دي يعني. كبدايه بس، ان انا تمام. بوري ناس فني وكده يعني. طب حضرتك شاركت في مسابقات، في معارض؟ شاركت في كذا معرض واقعي، والمعارض الافتراضيه مثلا كتير جدا، يعني المعارض الافتراضيه مثلا على النت كتير جدا، يعني يعتبر شاركت شغلي مثلا حوالينا 40 دوله تمام. للشغل بتاعي، واخدت شهادات مثلا كتير ما اعرفش موجوده ولا، شهادات الالكتروني. شهادات دوليه، ومثلا من المانيا تمام. وفرنسا وحاجات كتير بالنسبه لشهادات. الشهادات اللي حصلت عليها حضرتك والجوائز يعتبر هنا دي مش كنت معاك. في معرض. معانا يا جماعه نوريها لنا على الشاشه الشهادات. ماشي ماشي. وحضرتك لابس دي الدرع كنت ده واخدها في من ضمن معرض الجوائز. هنا في مصر في واقعي، ودي برضو نفس برضو الدرع. درع مثلا مكتوب عليها تمام. دي من ضمن برضو بسم الحاجات اللي الله هي ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ودي يعتبر مثلا من ضمن شغل الواحد النحت زي كده، ان اقدر اعمل دروع واعمل اللي هي الاوسكار نفسه. الشهادات اهي حضرتك اللي اه حصلت طبعا عليها. دي شهاده انا واخدها لان انا اعتبر مدير فرع الملكه اللي هي معمول عليها كده، الملكه للثقافات، انا اعتبر ماسك الفرع فيها للنحت في مصر. ايوه ده ده الكتروني حضرتك ده. الكتروني. دي ده اعتبر ماسكه بالنسبه لمصر هنا فرع النحت، ان انا بجمع كل مثلا الفنانين المصريين في النحت، تمام. نبقى لنا وضع، لان مثلا لما بيجي في معرض في معارض مثلا واقعيه بتلاقي اللي هو النحت قليل جدا، يعني مثلا في 200 لوحه في معرض وتلاقي نحتتين او نحته واحده، فعايز المعرض مثلا يبقى ايه للنحت كله يعني. فطبعا تمام. انا ماسك دي للفنانين النحت يعني. ودي برضو شهاده برضو من الاخ اسامه اللي هي تبع اللي هي قناه العرب 22 برضو. هي ابرز الشهادات والجوائز اللي حضرتك حصلت عليها دي الدرع ودي وال وفي شهاده من فرنسا واقعيه برضو، تمام. برضو اللي هي جامعه فن بلا حدود، وواحده تانية اللي هي رؤى عربيه. بسم الله ما شاء الله. ايوه هي دي رؤى رؤى عربية. عربيه، دي اللي هي بتاع بصي اللي هي ده تمام. مثلا لو شافه او لا. تمام. والتانية دي اللي هي من فرنسا واقعيه برضو، دي معرض واقعي. كانت في معرض حضرتك. دي يعتبر امريكي من اللي هي الافتراضيه، دي طبعا نزلت في مجله من ضمن المجلات برضو، مجله الكواكب للفنون والثقافات،
ودي برضو في منتدى مع الدكتور الدكتور عادل فهمي. ده الكتروني بقى. ده الكتروني. الباقي كله الكتروني. تمام. تمام. طيب مين مثل حضرتك في فن النحت؟ من النحاتين بقى مثلك الاعلى مين؟ هما اتنين، عربي اللي هو محمود مختار. تمام. في ايه بقى في الشخصيات، ايه اللي رسمها او ايه اللي نحتها تحب تعمل زيها؟ الاكتر مش الفن بالنسبه لي، لا انا بالاكتر الشخصية. الشخصيه، ان هو تمام. كان مصري ومسافر بره مثلا فرنسا وبتاع، اثبت نفسه على جميع الفنانين اللي في العالم كلهم، ولما رجع مصر عمل حاجه لمصر يعني تحب حضرتك تطلع زيه ان شاء ان الله. شاء الله. تمام. طيب ايه الشخصية اللي لسه ما نحتهاش بتحب انك تنحتها دلوقتي تعمل يعني لها تمثال؟ ان شاء الله لفخامة الرئيس ان شاء الله. ان شاء الله. تحية لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ايه يعني اكتر امنياتك اللي تحب تحققها بقى؟ ان انا امثل مصر بره وجوه ان شاء الله في النحت. بإذن الله. لما تيجي حضرتك تنحت تمثال تمام، بياخد قد ايه وقت منك؟ على حسب مثلا الحجم. الطبيعي، الوقت الطبيعي يعني اللي بياخده اي فنان. زي التمثال اللي حضرتك زي ده مثلا. زي ده مثلا ياخد معايا مثلا حوالي 4 ايام واذا عشان كان دقيق. كامل بقى. لو كامل كبير مثلا اخد حوالي 6 شهور، باعتبار انك لسه هتنحت ست اه شهور ست شهور يعني ده 4 ايام والتاني اه ست ست شهور شهور اما يكون الحجم الطبيعي. يعني حجم طبيعي مثلا، يعني مثلا يكون 5 متر مثلا في عرض 1.5 متر او 2 متر. فلا تمام. تمام. طيب حضرتك بالنسبة لفن النحت ممكن وتمثال اهو تاني ده اصغر متهيألي شوية. ده صغير يعتبر عامل زي الدرع، وبالنسبة لي انا عامله حاجة، هي مثلا ده عامله يعتبر المعنى بتاعه فنان مدعي. تمام. فنان مدعي ازاي؟ يعني مثلا هو عمال يبص للصورة اللي قدامه او اللوحة، واللوحة فاضية، ومتخيل مفيش ان هو حاجة. فنان وهو مفيش اي حاجة. الناس اللي بتدعي دي هي رسالة يعني برضه رسالة داخل بس. التمثال. في ناس كده يعني ايه مثلا شايفة الموضوع يعني ايه ما هو كل سبوبة. الفن بيظهر بيدي رسائل يعني اساسا موجهة. ايوه. طيب نقول النهارده هل فن النحت زي ما بيقولوا بيأكل عيش بيفتح بيت؟ يعني ممكن مثلا يجي اوردر او تعمل تمثال لحد ممكن تقدر تتعايش بيه مهنة تاخده مهنة فقط الفن النحت؟ صعب شوية. صعب. يعني زي ايه من الفنون؟ الفن هو فن راقي ونادر برضو قليل لان بس يعتبر جميل. ثقافته مش عامه كتير، وفي نفس الوقت تكلفته، تمام، تكلفته مكلف. مكلف. يعني مثلا لو مثلا واحد بيعمل بورتريه مثلا صوره او كده مثلا تيجي في فلوس قليله، تيجي مثلا للنحت وتتعمل اللي هتلاقي اضعاف اضعاف اللي هي يعني البورتريه. بتاخد مجهود اعلى من القيمه اللي هتحصل عليها. تمام. تمام. طيب لما تيجي حضرتك تنحت تمثال بتاخد الصوره ولا الشخص الطبيعي قدامك؟ الحمد لله دي موهبه عندي ان انا باخد الصوره بس. اصلا انا في احد الفنانين قبل كده قال لي النحاتين قال لي لا لازم يكون الشخص قدامي لا انا عشان عندي انا استعداد، انحته. انا الصوره اللي تمثلني اللي حضرتك شفتيه اللي كان موجود ده انا عامله على صوره، وصوره عاديه اصلا من موبايل كده عادي اي صوره. صوره ممكن تتخيل شخصيه مثلا مش قدامك صورتها ممكن تتخيلها؟ بس يكون بالنسبه لي يعني معلق في ذهني كتير. شفته كذا مره او حاطه في بالك وهو كذلك تقدر الفن ترسم له ملامح. بالظبط. يعني ممكن تكون قريبه منه تمام. لابعد الحدود نقول. طبعا. طيب لما تيجي ترسم بترسم حاجات معينه اشخاص فقط ولا كل حاجه ممكن تنحتها؟ لا كل بالنسبه لي كل حاجه، لان يعتبر الهاوي خياله ما بيقفش. بتحس تمام. ممكن اجيب مثلا خشبه انحت شجره. تمام. اعمل منظر طبيعي منحوت تمام. كامل. تمام كامل. ممكن مصغر عادي يعني مش شرط منظر كبير. ما هو ده الصعب بقى، ان انت ممكن تبقى نحات
وتشتغل في هنا حاجات دقيقه ابراز صغيره. الفن، هنا ابراز القدرات ان تبقى والفن. في حاجه صغيره تمام، وحاجه كبيره. في واحد يقدر يعمل الاحجام الكبيره تمام بس، وفي واحد يعمل الاحجام الصغيره. الحمد لله انا واصل ما بين الاثنين، ان انا اعملها دقيق جدا، ان انا ممكن يبقى ماسكه مثلا، ممكن انحب بابره حاجات صغيره كده، لان انا ممكن استخدم ازاميل وصاروخ ودي ما تاخدش وقت. بتهيألي الحاجات الصغيره مش بتاخد وقت يعني. لا ده ادق ادق جدا، لان لا انا اقصد في حاجات صغيره قوي حجمها بيكون صغير، يعني مثلا واحنا كنا في رحله كانوا في الاقصر نحتوا لنا حاجات صغيره قدامنا، حاجات رموز كده بسيطة. دي حاجة بسيطة اللي انا بتكلم عليه، يعني بالنسبة بوجهة نظري انا، ان الحاجة بعملها بدقة عايزة عالمية، مش ان انا مثلا ان انا حاجة تعمل بس من تحت ايديا وخلاص، لا. تمام. في النهاية بتحب حضرتك توجه رسالة لمين؟ اوجه رسالة لأي فنان لسه في البداية يحاول يتعب، لان ما حدش بيطلع حد او حد بيشد بيد حد، هو بنفسه يبحث ويشوف غيره ويبقى قدامه واحد يبقى اسوه ليه وكده عشان يطلع. اما ما حدش بيطلع حد يعني، ويتقبل الصدمات، يتقبل والنقد الاخفاق كمان. لو اخفقنا مثلا مره ويتقبل الراي الاخر اكيد. تمام. طيب تقول ايه للناس اللي وقفوا جنبك وساعدوك والناس اللي انتقدوك؟ انا احترم الاثنين، اللي انتقدني اولا عشان يعتبر ظهر العيوب اللي انا مثلا مش شايفها، تمام، فده بشكره قبل اللي واقف جنبي مثلا وساعدني. تتعلم منه بس يكون يعني شخص للنقد، يعني اهل للنقد، مش اي حد. حتى لو مش اهل النقد، الفنان بتابعته اصلا يعني هو متسامح، ممكن حد ينتقده هو اساسا مثلا نوع من الغيرة. هو ده حصل معايا بس عادي يعني. معظم كده الناس مثلا تقول لك لا، ده زي ما بيقول المثل ما لقيش عيب في الورد، يقول اي حاجه يقول لك لا وحشه. يعني فاهم ازاي؟ فنقصد يعني ايه، نتقبل النقد بس من الشخص الاهل للنقد، يكون مثلا يكون مثلا في المجال والنقد بناء، نقد بناء، او يكون القصد مش هدم. صح تمام. وتحب تشكر مين في النهايه؟ اشكر اللي هم وقفوا جنبي، ما كان ممكن اقول لاشخاص عادي اسماء. اتفضل طبعا. عادي، اولا الحاج ابراهيم عمر يعتبر ده جاري، يعتبر اكتر واحد وقف جنبي ان انا اوصل لكده. تمام. وبعد كده في فنان صاحبي برضو اسمه احمد جمال، وفنان تاني هاني بحيري، وفنان كمان برضو يعني ما شاء الله محمد فتاح، وفنان تاني اسمه حسام. وقبل ده كله زوجتي اللي تعبت معايا ان انا توصلني كده ووقفت جنبي. ايوه، اوعى تنساها في النهايه. لازم يعني. تمام. واحنا في النهايه بنشكر حضرتك، نورتنا النهارده في بيت المصريين، وربنا يوفقك وتحقق كل امالك باذن الله وامنياتك المستقبليه. الى هنا اعزائي المشاهدين، نكون قد وصلنا الى نهايه فقرتنا النهارده وحلقتنا من برنامج بيت المصريين. تحياتي لحضراتكم، والى اللقاء في حلقه اخرى من بيت المصريين. كانت معكم صفاء بدوي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.